جديد، فرصة النجمة، كرة مفتوحة، يوسف خالد جديد، حوائط الصد تأتي، أوه لعبه هو والمخضرم تأتي هناك. أحمد صادق ينجح هنا، اللاعب أحمد صادق اللاعب الشاب، تأتي حوائط صد رائع، محمد حبيب هنا، كرة إسقاط، وين اللاعب؟ شوف جاسم تركي ينجح هناك، علي مرهون يخلصها، علي مرهون تركيبة فنية، حسن هجومي رائع، أيمن هرونة، وهنا واحدة من ميرزا عبد الله الرائعة، تأتي الأمور لاستقبال يبدو هناك المتابعة، تأتي فينو، لكن حائط الصد رائع هذه المرة، حاضرة من يوسف خالد، هنا من جديد ينجح حسين الحي، كرة من جديد هنا يوسف خالد، ضربة ساحقة ينجح فيها يوسف خالد، فرصة النصر، من يخلصها؟ ينجح فيها اللاعب إبراهيم محمد، إرسال هناك علي مرهوم، كرة إسقاط، وهكذا مشاهدي الكرام هذا اللاعب المبدع الرائع، كرة أولى، شوف خير موفقة من اللاعب صادق، أحمد صادق هناك، أيمن ينجح، علي مرهون، كرة أولى هناك علي مرهون، ولكن حوائط الصد بدأت تعمل، يوسف عبد الغفار الليبرو، هنا تأتي الأمور وحائط صد رائع من محمد حبيب، يوسف عبد الغفار تأتي الأمور، جاسم تركي وطبعا عند من أيمن، وهناك ينجح يوسف خالد هنا بيب، لكن المتابعة حاضرة من جديد، تأتي كرة أولى، تأتي هنا إلى خارج الملعب، جماعة يوسف عبد الغفار وخلصها جديد، حائط صد نجماوي رائع، وهنا إبراهيم محمد ينجح، هناك علي مرهون، حائط صد من جديد لأن الكرة خارج العصا، واحدة كرة إسقاط، لم يوفق في النجمة، من يخلص؟ واحد اثنين ثلاثة، خلصها علي مرهون، وكرر النجمة فوزه على النصر بنفس النتيجة.